السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن ازاي تقدر تسجل بجودة عالية جدا من التليفون بتاعك. الطريقة بسيطة جدا جدا جدا، هو عن طريق الادابتر. طيب هنفهم الاول ايه المشكلة في الموضوع، وليه اصلا التليفون بتاعك ما بيقدرش يستقبل المايك الخارجي زي الكليب مايك اللي انا بسجل بيه حاليا ده. الموضوع بسيط جدا، هنتكلم فيه بسريع. لكن اول حاجة هسمعك الصوت بالمايك اللي انت سامعه حاليا ده ومايك التليفون نفسه. حاليا كده ده صوت التليفون لوحده من غير الادابتر ده او من غير حتى المايك ده. طيب خلينا كده نفهم الموضوع كده مع بعض، ايه هو الادابتر؟ طيب ليه اصلا المايك ما بيقبلش الادابتر ده، او ليه المايك ما بيقبلش او ليه التليفون ما بيقبلش المايك؟ اسف، الموضوع بسيط جدا. هو لان التليفون بيقبل الهاند فري، والهاند فري فيه 3 كونكتورز زي ده، تمام؟ 3 قنوات زي ده كده، تمام؟ 3 قنوات، تمام؟ الشرط دي بيسموها قناه، تمام؟ اما المايك نفسه او اي مايك في العالم فيه قناتين بس، تمام؟ عشان كده مش بيقبل. لو تلاحظ دلوقتي الصوت عالي، الصوت بقى فيه مشاكل كتير، بقى واخد صوت ناس بره، بقى واخد صوت مش عارف خبط هنا حاجه كده، تمام؟ الصوت بقى سيء جدا. فعشان كده انت لازم تستخدم حاجه زي كده او كليب مايك زي ده. زي ما قلنا سعر الكليب مايك ده مش غالي، 275 جنيه، ما يعتبرش فلوس غاليه جدا، ولكنه سعره كويس جدا، تمام؟ زي في ماركات تانية طبعا أرخص، وفي ماركات كويسة جدا على أمازون، لكن هتضطر تصرف فلوس جدا لما تجيبها. هتكون مثلا مايك $5، وعم يجي هنا هيكون مثلا تدفع فيه أكتر من 500 جنيه مثلا. فالموضوع يعني مش هيبقى له لازمة، فلما تشتري مايك من سوق.com وخلاص هيبقى أفضل لك. يعني لو مايك زي اللي معايا ده، نرجع لموضوعنا. زي ما قلنا الهاند فري أو الأدابتر دون بيحول التو كونكتورز دي لـ 3 كونكتورز زي ما أنت شايف كده، تمام؟ كل اللي هتعمله إنك هتركب الادابتر ده، تمام؟ مش عارف انتم شايفينه ولا لا. الادابتر ده هتركب فيه المايك بالشكل ده كده، في العلامه بتاعت المايك دي. اكيد طبعا هو هنا عامل فوكس عليا انا وسايب المايك، تمام؟ ولكن هنركب بس المايك. اعتقد انكم فاهمين يعني الموضوع. هتلاقي علامه المايك هتركب فيها المايك بالشكل ده كده، وبعد كده هتركب الادابتر. بحاول بس افهم لك الموضوع بكل بساطه عشان ما يبقاش في مشاكل. بعد كده هتركب المايك مره ثانيه بالشكل ده كده. اعتقد انك خدت بالك من الموضوع ده دلوقتي، اعتقد انك خدت بالك ان فرق الصوت كبير جدا. اولا الصوت دلوقتي اتظبط شويه، ما عادش واخد صوت الناس اللي بره قوي، الصوت اتظبط اكتر، الموضوع بقى افضل بكتير من مكان بصوت المايك بتاع التليفون لوحده. بس هو ده الحل الوحيد، دي طريقه بسيطه جدا. الموضوع سهل جدا يا جماعه، ما توقفش نفسك في انك مثلا معكش فلوس او اي حاجه، انك مش عارف تجيب مايك للتليفون، او انك مش عارف تجيب كاميرا وتركب على المايك اللي انت اشتريته زي ما انا كنت هعمل. الموضوع ابسط من كده بكتير، فما توقفش نفسك، ما تحبطش نفسك عشان تقدر تكمل في يوتيوب. مكملين ان شاء الله في سلسله حلقات يوتيوب. هتلاقي لينكات المايك ده اسفل الفيديو، هتلاقي لينكات الادابتر ده اسفل الفيديو. هسيب لك كذا نوع الادابتر، بيبدا تقريبا سعر الادابتر ده من 20 جنيه تقريبا لحد 100 جنيه، فاشتري اللي يناسبك فيهم. ان شاء الله اي واحد فيهم هيفضل او هيبقى كويس معاك. عايز تسال عليه في البلد اللي انت فيها ان شاء الله ممكن برضه تلاقيه اسمه ادابتر، فيعني او مثلا ممكن تقول له انا عايز حاجه تفصل السماعات عن المايك في التليفون، يعني حاجه تفصل السماعات عن المايك، هيديك طبعا الوصله دي بشكل مباشر. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم وتكون فهمت اللي انا اقصده في الفيديو ده، ازاي تقدر تركب المايك الخارجي على التليفون بتاعك وتسجل بجوده صوت عاليه جدا. يا ريت لو عجبك الفيديو لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه لو كنت اول مره تشوف حلقات مستر بوم تك. انا مصطفى، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.